أهلا من جديد مشاهدينا. إذا نبدأ هذه الجولة من صحيفة المجهر السياسي ونطالع في صدر صفحتها الأولى هذا العنوان: بدء التحويلات المصرفية بالنقد الأجنبي والمركزي يمنح المسافر 1250 دولار. وأيضا وزارة الاتصالات جميع التطبيقات المحظورة ستكون متاحة اعتبارا من اليوم. في الصفحة الثانية وزارة الصحة تتجه لفحص الألبان واللحوم لتحديد نسبة التلوث. ننتقل منها إلى صحيفة ألوان مشاهدينا التي نطالع فيها: عجز كبير في اختصاصي القلب بالبلاد، دخول 300 جنوبي إلى البلاد يوميا عبر كسلة. وأيضا في صحيفة ألوان وزيرة الاتصالات: سنستورد تقنيات حرمنا منها 20 عاما. اليوم التالي اهتمت بهذه العناوين: إرهاصات بعودة شيفرون وعرض روسي للاستثمار في النفط، اعتراضات في البرلمان على اتفاق للتعليم مع فلسطين، مد خطوط الكهرباء إلى منطقة حلايب، الصحة تتوعد متاجر وبقالات بيع السجائر، توجيهات بتكثيف الأغاني الوطنية بدلا عن العاطفية. صحيفة الانتباه فيها هذا التصريح لغوش: إبقاء الخرطوم بقائمة الإرهاب كرت ضغط لواشنطن. اتهام لمصر بتجنيد ميليشيات إفريقية لضرب سد النهضة. أيضا في صحيفة الانتباه: القوات البحرية تختتم مناورات نار السواحل بالبحر الأحمر. أجبرهم ضابط مصري على ادعاء إيقافهم داخل مصر، محاكمة معدنين سودانيين معتقلين مرتين بمصر وحلفا. أما صحيفة الصيحة فقد اهتمت بهذه العناوين مشاهدينا: الخرطوم تخطر مجلس الأمن من الممارسات المصرية في حلايب، قانون لوزارة البيئة يحدد ألوان المعمار وضوابط مكبرات الصوت. نطالع في صحيفة الوفاق: أسهم الشركات السودانية بالخليج تصعد لأعلى مستوى، قيادات جبال النوبة توصد الباب أمام دعوات تقرير المصير. صحيفة الجريدة فيها: غياد اتحاد يطالب المرغني بالعودة إلى الداخل أو الاعتزال، البرلمان يقبل استقالة نائب المراجعة القومي بالأغلبية. وتستمر هذه الجولة مشاهدينا وصحيفة الأيام، ورد فيها: ديوان الحكم الاتحادي يقر بوجود فراغ دستوري بالمجالس التشريعية، البرلمان يجيز أول قانون لحماية البيئة، مسؤول اتحادي 189 محلية تفتقر لمجالس تشريعية منتخبة، وندور إلى جوبا غدا لمقابلة سيلفاكير، فتح مسارات جديدة لنقل المساعدات الإنسانية لجنوب السودان. وأيضا في صحيفة الأيام: معدلات التضخم بالسودان توالي الارتفاع في سبتمبر. صحيفة المستقلة مشاهدين فيها: رفض موقعي مذكرة المئة بجنوب دارفور المثول أمام لجنة الفكين، النائب الأول يؤكد الالتزام بتمويل مياه الدمازين، والمالية تصدر منشور مقترحات الموازنة المقبلة. نطالع في صحيفة إيلاف مشاهدين: ترامب يرفع الحصار عن السودان، والملك سلمان يزور موسكو، وأردوغان يزور طهران. كيف تتعامل الخرطوم مع لعبة الحبال المعلقة على الرمال المتحركة في المنطقة؟ أيضا في صحيفة إيلاف: الخرطوم والقاهرة تعكفان على صياغة ورقة لتطوير العلاقات. أيد رفع العقوبات وجمع السلاح، المهدي ينتقد نتائج مؤتمر الحركة الشعبية برئاسة الحلول. صحيفة السوداني فيها هذه العناوين: شركات أمريكية وكندية تبدأ التفاوض بالخرطوم للاستثمار في النفط، الأمن يكشف معلومات مثيرة حول المقطع الصوتي المفبرك في قضية أديبة، غندور يجب معالجة أزمة حلايب بشكل نهائي. ننتقل إلى صحيفة الصحافة: مباحثات سودانية مصرية لضبط الحدود، البشير يلتقي وفد الاتحاد الخليجي للتنمية المستدامة، البرلمان يجيز قانون البيئة وعقوبات رادعة ضد المخالفين. نعم، نختتم معك أحمد بأخبار اليوم. أخبار اليوم آخر صحفنا في هذه الجولة نطالع فيها: الاتحاد الأوروبي يدعو لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في السودان. هذا أبرز ما ورد في أخبار اليوم. نعم، إذا كانت هذه هي الجولة في صحف الخرطوم السياسية مشاهدينا الكرام التي صدر الصباح اليوم. مزيد من العناوين والتفاصيل لما قرأناه عليكم من عناوين يمكن الرجوع إليه فيما بعد في الصفحات الداخلية لهذه الصحف. نمضي ونتواصل معكم.